زادت الأحذية المصنعة محليا منافسا قويا للأحذية الأجنبية بعد أن بدأت تكسب ثقة الزبائن خاصة خلال المناسبات، وهو ما رصدناه في أحد المحلات المختصة في بيع الأحذية المحلية الصنع. رانا نبيعوا في لوكال يمشي ما شاء الله، وميم لي بري مونشير و لا ماتير مليحة وكلشي، خير من لامبورطاسيون ولا خير من لامبورطاسيون، مونشير وحاجة مليحة. شي كليون هنايا دايما نمشي للبروجي لوكال ليا ولا للولاد، لقيت راحتي فيه والحمد لله يعني. تزايد الإقبال المسجل لم يكن صدفة بل بالتحكم في الجودة والسعر. أنا بالنسبة لي كفنان لاحظت اللمسة الجمالية في اللباس ولا في الأحذية في جميع المنتوجات الجزائرية. أنا لمست وجربت الإنتاج الوطني لأنه فيه جودة تضاهي الجودة العالمية. المنتوج المحلي الآن تغير، ما بقاش كما بكري، تحسن من حيث الجودة من حيث الإتقان. كاين ديموندا عندنا هنا نعاتهم لك اون ديري با، لكن منتوج محلي من حيث ديزاين، من حيث التصميم، من حيث الألوان. يبدو أن صناعة الأحذية في الجزائر بإمكانها تلبية حاجيات السوق المحلية كما ونوعا إن وجدت الترويج والدعم اللازمين.